اثنين، الاقتصاد المصري يتحسن. الاقتصاد المصري هو حديث مصر 2016. الملف الأكبر والأخطر في مصر ملف الاقتصاد. الاقتصاد أين وإلى أين؟ النهاردة بقول لحضراتكم أن في مؤشرات إيجابية ومؤشرات سلبية. من المؤشرات السلبية أن الديون اللي موجودة علينا بتزيد جداً. الدين اللي موجود حاليا بالنسبة للناتج الإجمالي وصل لمرحلة الخطر، بقى 2.7 تريليون جنيه، وده معناه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بقى 98%، وده منحنى خطر في الاقتصاد. الحكومة بتقول إنها بتخطط إن في خلال 3 سنوات تقلل النسبة من 98% إلى 88% أو 85%. لو حصل ده هنوصل لمرحلة أمان ما يخص الدين. لو استمر هذا الوضع أو زاد معناها خطر، لأن كده نسبة الدين بالنسبة للناتج الإجمالي وصلت لمرحلة الخطر. الخبر السلبي الآخر أو السيء الآخر إن عجز الموازنة زاد لقرابة 10%، حوالي 30 مليار دولار، نسبة كبيرة ورقم كبير. إنما رغم عجز الموازنة ورغم ارتفاع الدين العام، في خبر جيد جدا. هذا الخبر إنه الناتج المحلي الإجمالي في المجمل زاد بنسبة 100 مليار جنيه، وهذه الزيادة بخلنا نتفائل بشأن مستقبل النمو في مصر. يبقى إذا كانت في تحديات متعلقة بنمو الديون المحلية إلى حد ما بقت 98% من الناتج القومي الإجمالي، وإذا عجز الموازنة وصل لقرابة 10% 30 مليار دولار سنويا، وده رقم كبير جدا، إلا أنه رغم ذلك في مؤشرات إيجابية بتدينا الأمل في أن الاقتصاد يتحسن وأنه قد يمضي إلى الأفضل. هذا المؤشر أن معدل النمو بيتزايد وأن الناتج القومي الإجمالي زاد 100 مليار جنيه.